حلو قوي. دلوقتي بقى انا عايزه اسافر. تمام خلاص. انا عايزه اسافر وفعلا الناس ابتدت يبقى عندها وعي اكتر. أوكي. يعني انا زمان كنت اسال اصحابي بقول لكم انتوا رحتوا فين، طب عملتوا ايه، طب اروح فين. لا دلوقتي بقينا نمسك الموبايل واكتب مثلا عايزه اسافر اسكندريه، ايه احلى الاماكن الموجوده في اسكندريه. فلما بتعجبني صفحه فبدخل عليها بشوف فعلا الريفيو بتاع الناس اللي راحت قالت ايه، الاكل الحلو فين. فانا دلوقتي عايزه اسافر مثلا، هنبتديها الاول باليوم الواحد. أوكي. يعني انا ما عنديش وقت ان انا اخد 10 ايام ولا اسبوع وما عنديش فلوس، الاثنين عادي جدا. فعايزه اروح مكان حلو قوي يوم واحد، اخد عيالي واروح واشحنهم كده معايا في يوم واحد. اروح فين لو انا عايز اسافر اليوم الواحد في مصر هنا واستمتع؟ بالنسبه لسكان القاهره سهل جدا ان يروحوا اماكن كتير. حلو، انت هتحددها لي كمان. قاهره وجيزه وكده وقليوبيه وشرقيه. انا معاك جدا. طب رقم واحد بالنسبه لسكان القاهره، سكان القاهره قدامهم اسكندريه ينفع يروحوا يوم واحد، قدامهم بورسعيد ينفع يروح يوم واحد، العين السخنه، الفيوم. الفيوم كل دي اماكن ينفع يروحوها في خلال مثلا ساعتين ساعتين ونص الطريق. حلو. تمام. انا كمان لو انا ساكنه، انا ساكنه في المهندسين، انا الفيوم بالنسبه لي ساعه بالظبط كده. الفيوم حلو كده. طب لا انت ما ترمينيش بقى في الفيوم وتمشي. لا هقول لك، لا انت حاجة. تقول لي بقى بلد بلد. لو انا عايزه اروح اسكندريه ايه اللي انت تقول لي ايه خلي بالك لازم تروحي المكان الفلاني؟ احنا عارف كمصريين ما يفوتكيش، والله تزعلي لو ما رحتيش ده، هتنبسطي قوي. ايه بقى احلى الاماكن في كل محافظه؟ نبدأ بإسكندرية. نبدأ بإسكندرية. إسكندرية طبعاً التمشية على الكورنيش، مكتبة إسكندرية. مكتبة إسكندرية جواها القبة السماوية، دي بتقدم عروض أفلام عن الفلك. الله. 3D وبتبقى قبة كده، الشخص بيكون قاعد وباصص فوق شايف الفلك كله قدامه، أو لو فيلم تحت البحر فبيشوف الكائنات البحرية. مفيدة للكبار وللصغار، وبتعمل عروض كل يوم، ويمكن 5-6 عروض في اليوم، وكل عرض مدته 20 دقيقة أو نص ساعة. فالمكتبة مش بس الفلك. مادة عن الفلك وعن البحر وعن الحاجات بقى اللي الناس التاريخ بتاع مصر كمان. كله للناس اللي بتقول طيب يعني أنا هروح اسكندرية صيف وانزل البحر والعوامة ولا أروح أقرأ؟ لا انت لو حتى مش عايز تروح تقرا في مكتبه اسكندريه يكفيك شرفا ان انت تبقى عارف ايه الصرح التاريخي الثقافي اللي في بلدك، في نفس الوقت اهو هتتفرج على حاجات وتسمع معلومات تثقف بيها نفسك، يعني فسحه ومعلومه. ده غير ان جوه متحف ده غير ان جوه مكتبه اسكندريه في في متحف للرئيس انور السادات، وفي متاحف تانية لصور وتماثيل والفن كله. انا بحب الحاجات دي عن نفسي يعني. طيب مكتبه اسكندريه وكل الايفنتات اللي بتحصل جوه مكتبه اسكندريه، ايه تاني؟ يعني مثلا انا اكتشفت من زمان يعني بس ابو قير. يعني انا ما كنتش بروح ابو قير ولا اعرف ابو قير، لكن ابو قير دي منطقه جميله جدا جوه اسكندريه. يعني بلاقي عائلات قاعده وهناك في محلات السمك على البحر، فبيحطوا لك السمك طازه سخن كده جميل. ودلوقتي ريقي جري على ابو قير، خلص الحلقه ونطلع على ابو قير. فعلا ابو قير في شرق اسكندريه. وبتمتاز ان البيوت بتاعتها على البحر. أيوه. والشوارع كلها اخرها البحر ناحيتها، كلها على البحر، ومحلات السمك مشهوره جدا فيها، والناس بتشتري الاسواق. بتشتري السمك، بتحب تقف كده تشتري وتعمل شوبينج كده الحاجات الحلوه بتاعت اسكندريه. طيب نسيب اسكندريه، في حاجه اماكن والقلعه. والقلعه طبعا. والقلعه وقصر المنتزه. وقصر المنتزه وكوبري ستانلي. وكوبري ستانلي ده حكايه برضو. احلى تصوير كده، احلى سيلفي ناخده من على كوبري ستانلي.